السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنستغل الذكاء الصناعي في ان هو يعمل لنا فيديو، يعمل لنا حاجة حلوة جدا ممكن نكسب من وراها لو انت رفعتها مثلا على اليوتيوب او انستجرام او فيسبوك او اي منصة من منصات التواصل الاجتماعي. طيب مثلا على سبيل المثال من شات جي بي تي هقول له اكتب لي قصة، ممكن بالانجليزي يعني، ممكن حتى تقول له اكتب لي قصة قصيرة بالانجليزي، وحتى لو هو كتبها لك وممكن تروح قايل له ايه ترجمها لي الفرنساوي ترجمها للعربي زي ما انت عايز عشان تتاكد ان القصه كويسه ما فيهاش اي مشاكل، تمام. ففي ثواني كتب لك قصه. هو صراحه النكت بتاعته رخمه يعني، بس ما اعرفش بقى القصه بتاعته حلوه ولا لا. فهو كتب الكلام اهوت، ممكن تاخد بقى الكلام ده كوبي. وفي مواقع كتيره جدا بتقدر تحول تعمل لك فيديو بسهوله، مجرد بتحط الكلام وهي تنطقه والحاجات دي كلها زي ما نشوف مع بعض. طيب خلينا مثلا لو احنا عايزين نحوله لصوت، ففي موقع مثلا هو ده برضو بيعتمد على الذكاء الصناعي، تمام. ممكن تقول له خد كلام معين وهو يبدا يحوله لك لصوت، تمام. Once upon a time in a small village nestled between two great mountains. فهو جاب لك الصوت، كنت ممكن تتكلف او تشوف حد بروفيشنال في موضوع الصوت. فدي من ضمن الوظائف اللي الذكاء الصناعي التهمها، زي موضوع الترجمه. يعني دلوقتي في مواقع كتيره متخصصه في الترجمه احترافيه رهيبه بالذكاء الصناعي برضه. يعني حتى لو سالت شات جي بي تي قلت له ترجم لي اي حاجه بيترجمها لك في ثواني. يعني خلينا نجرب كده، اقول له ترجم للعربي. يروح مترجم لك القصة دي على طول بالعربي بترجمة ممتازة جدا، بس مرة واحدة دي غلط طبعا، يعني مش اللي هي يعني. طيب تعال نشوف بقى موقع ممتاز جدا تقدر ان انت تحط تعمل فيديو بيه بشكل حلو، ومديك اساليب كتيرة جدا. ممكن مثلا تمبليت، بيديك تمبليت انت تبدأ تشتغل عليه، مجرد بتغير الكلام للكلام اللي انت عايزه. مثلا ممكن يديك حاجة بالشكل دوت، انت بس ايه بتمسك الصورة تعدلها، تمسك كلام تعدلها، معمولة بالذكاء الصناعي بحيث ان هو يوفر لك وقت كتير جدا، بدل ما كل شوية تدور على كلمة تدور على صورة تنسق الوان الحاجات دي كلها. لا انت مجرد ان انت تختار اهو كل شريحة فيهم تقدر ان انت تعدل فيها لحد ما توصل للي انت عايزه. Hi there. تمام، خلي بالك من الحركة هنا، بتبقى حاجات ايه احترافية. طيب هقول له كرييت فيديو، وبص الموضوع بسيط، مجرد ان انت بتقف على الكلمة تقدر ان انت تعدلها، تقف على الصورة تقدر ان انت تعدلها، اي حاجة بتقف عليها بيبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها بحيث ان انت تكتب اللي انت عايزه عليها، تمام. هنا مثلا هو بيقول هاي زير ماي نيم از كذا، هتاخد الكلام ده كله وتبدا تحط القصه بتاعتك على اجزاء طبعا، بحيث ايه تبقى معقوله، تمام. وتقدر ان انت تغير اللغه اللي بيتكلموا بيها والطريقه اللي بيتكلموا بيها، كل اللي انت عايزه هو تقدر ان انت تشوف ايه اللي انت عايزه، تمام. في لغات كتيره ممكن تختار منها. وكل واحدة فيهم ليها أصوات كتيرة متعددة تقدر إن أنت تختار زي ما أنت عايز. تمام، طيب خلينا نخليها تنطق بقى هي الكلام المكتوب دوت. Once upon a time in a small village nestled between two great mountains. فبتقدر تعمل فيديوهات كأنك جايب ناس محترفة تعمل لك الشغل دوت، وتقدر تعمل مؤثرات مثلا بين شريحة والتانية، الفيد فروم ليفت فيد فروم رايت وهكذا. وتقدر هنا تغير الافاتار اللي موجود، تقدر ان انت تضيف تكست، يعني ممكن نغير الافاتار مثلا للشخص دوت، تمام.
هو ده اللي هيتكلم، وطبعا الصوت هيبقى مناسب ليه. التكست تقدر تعدل تكست وتضيف تكست زي ما انت عايز، تقدر تضيف element، تقدر تعمل upload. فده كده تعمل فيديو كامل وتقدر تحط كل المعلومات اللي انت عايزها من غير ما تظهر بالوجه بتاعك، من غير ما ممكن يكون في مشكلة في الانجليزي، فانت بتجيب حد محترف، فانت بتعمل فيديو احترافي. ممكن تكون عندك معلومات مثلا عن مصر، السياحة، الأردن، آراء معينة، تقدر تعمل فيديو بشكل احترافي وتقدر ترفعه للقنوات كلها وما فيش أي مشاكل خالص بدون ما تكلف حاجة خالص. طيب بعد ما كده خلص هتقول له بلاي، هيبدأ يجيب لك شرح كلها ورا بعض. طب خلصنا وتأكدنا هو ده الفيديو اللي احنا عايزينه، تقدر تعمل له ريندر، وده بيقول لك الوقت المتوقع للفيديو، ستارت ريندر، وممكن تشغل السبتايتل وتحمل بقى الفيديو اللي هيجي لك بعد ما يخلص تمام على اليوتيوب او كده. لو حد جرب الموضوع دوت وفرحنا ويبعت لنا الفيديو ان شاء الله.